نشكر الرب أولا ونحمد الرب على نعمه وبركاته اللي دوما بيعطينا إياها وما بيبخل علينا، ونشكره على هذا الأمر الذي تم بأن أصبح سيدنا سابا هو مطراننا في أبرشيتنا في أمريكا الشمالية. نحن كلنا بكنيستنا عائلة واحدة، كنيستنا الأرثوذكسية عامة والأنطاكية خصوصا هي الكنيسة الواحدة المقدسة المباركة. ثقتنا عظيمة برحمة الرب وسيدنا سابا اللي بده يكون موجود في أمريكا كراعي وكأب وكمطران لأبرشيتنا هناك. نحن دوما بكنيستنا الأنطاكية مهما بعدت المسافات وين ما كنا نكون، نحن هيك دوما واحد وإلى جانب بعضنا البعض. من سنوات وسنوات كنت أنا بعد بالجامعة وسيدنا كان عم يدرس لاهوت ورايح على اليونان، فكنت معه بالكراج عم ودعه، قلت له بعيدة اليونان يا سيدنا، البلمنت أقرب بكتير. قال لي كلمة بقت موجودة بذهني، اللي بعيدة مظبوط بس بالمسيح بكسر الجغرافيا، ما في جغرافيا مع المسيح، ومع وجود سيدنا على رأس الكنيسة الأنطاكية المقدسة عم نختبره كل يوم وعم نشعر فعليا بهالوحدة يلي حكانا عنها اليوم، بهالعيلة الواحدة المترابطة يلي المسيح بيجعلها دائما معه وفيه، بتضل واحدة ما بالكلام ولا بالتعليم ولا باللاهوت بس بالفعل وبالحقيقة وبالأمر الواقع. طول عمركم ويخليكم أب لكل هالكرسي.